بيتوجه بالسؤال بثينة السيد اللي عاشت مع أم كلثوم في طفولتها وكانت شاهدة على أحداث كثيرة متعلقة بحياتها الشخصية، واللي بترد على الموقع والصحفي اللي نشروا الحوار مع الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن. كذب 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 على الله وعلى الراجل. الست لما هي عندها ثلاث أولاد فين من العمر ده كله أولادها؟ هذا نفس التساؤل اللي طرحته سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن، وبتزيد عليه بثينة بالقول إنها كانت عايشة مع الست وهي طفلة مع مجموعة كبيرة من العائلة، فكيف أم كلثوم بتنفي وجود أبناء ليها وهي في الأصل بتعتني بأطفال كثر؟ كنا عايشين عيشة طبيعية معها أم ولما أولاد إحنا حواليها، أهلها أولاد أختها لما يجوا يا مرحب حواليها أولاد أخوها كذا، والله البيت كان زي السوق. ومن بين اللي كانوا عايشين بالبيت كانت سعدية الدسوقي اللي زعم الصحفي بأنها بنت أم كلثوم الحقيقية وليست بنت شقيقتها كما هو معروف، وكتب أيضا بأنها مصابة بمرض البلادة. سعدية اللي بقول كانت تعبانة وقاعدة في البراندة كانت كمبيوتر في عقلها، هي حقيقي متربية معاها بنت أختها ومعضها في العمر، ولاد أختها وأبوه متوفى عنها فخدتهم وياها ربتهم وعاشوا معاها. بس إذا تجاوزنا موضوع الأولاد، ماذا عن الأخبار اللي كانت بتطلع دائماً عن زواجاتها السابقة؟ ست ما جوزتش غير الدكتور الحفناوي سنة ما كانت طالعة أمريكا تتعالج. لكن المخرج محمد فاضل واللي عمل بحث مطول عن حياة أم كلثوم لما كان بيحضر لفيلم كوكب الشرق اكتشف قصة ثانية. ما فيش يعني غير زواجها من محمود الشريف، وده برضو بالسر. هالقصة عرفها فاضل من الإعلامي الراحل مصطفى أمين اللي كان صديق أم كلثوم ومستشارها الإعلامي. مصطفى أمين كان أقرب الناس لها، وأنا عشان كده رحت قعدت معاه وسجلنا يجي أكتر من 6 ساعات صوتيا. واليوم بيخبرنا كيف تم الزواج بالتفصيل. هي كانت في يعني مشكلة كده نفسية أو خاصة، وبعدين فهي نازلة أو طلع على سلم نقاب الفنانين نقاب موسيقيين وقتها، هي كانت النقيبة، فقابلت محمود شريف. ده كان شاب موسيقي جاي لسه من اسكندرية تقريبا، ما حدش يعرفه كتير، موسيقي طبعا عظيم بس كان لسه في بداياته، فقالت له نتجوز. لكن هالزواج ما كان طويل، فمصطفى أمين صاحب جريدة أخبار اليوم بوقتها تدخل لإنهاء هالعلاقة اللي ما كان شايفها لصالح الست بحسب ما قال فاضل. راح كاتب منشط في أخبار اليوم زواج أم كلثوم باين من موسيقي مبتدئ، موسيقي حاجة كده يعني، وفضل ورا الموضوع الأسبوع اللي بعده. الأسبوع الثالث المنشط كان أم كلثوم فسخت عقد زواجها مع محمود الشريف. إيتي بالعربي حصل على نسخة من الخبر المنشور بجريدة أخبار اليوم سنة 1946 وتأكدنا من صحته، واللافت بوقتها أنه تم الاتصال بأم كلثوم ليتأكدوا من الخبر وكان جوابها